3 سكويز وي مقابلة كباقي المقابلات. سيفري احنا بالنسبة للاعبين وبالنسبة للإدارة ولا الجمهور يعني لا 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 يعني البطولة حسمت، وكاين بعض من الناس المتتبعين اللي راهم يقولوا باللي اللاعبين راهم في عطله. احنا في هذا الصدد يعني رانا واعيين اللاعبين باهميه المقابله، ورانا رايحين باش ان شاء الله نفوزوا ولا نجيبوا نتيجه ايجابيه باش نقعدوا في الصداره. مالغري ك اون اسيري لاكسيسيون 100% مي احنا دركا كي شغل نلعبوا على الاسماوات تاعنا، نلعبوا على شرف النادي، ما نبينوا للناس باللي مدية تلعب بنزاع من بدايه الموسم حتى النهايه. الماتش تاع نادي بارادو حيكون صعيب، ما يخفالكش باللي نادي بارادو يبراتيكي ان بو فوتبول، يعرفوا يلعبوا. نقدر نقول لك بارمي لي ميور كيف في ديفيزيون ديالنا باسكو يعرفوا يلعبوا بالون لاكاديمي. باش نقول لك حنا راح نروحوا نديروا ريزلت ان شاء الله، باسكو نقدر نقول لك بلي خدنا طمنا لاكسيس وحنايا طلعنا سي بون، مي ندوه الماتش هذا سيريو بكل جديه.